أخبار اليوم. أنا إحسان كنت مع الست، قعدت معاه 21 سنة. احكي لنا عن ذكرياتك مع أم كلثوم. لا، ذكريات أنا عايشة بيها، مش قادرة أنساها. الحياة والعيشة والحياة والدنيا وكده، يعني ما أقدرش أقول لك على الحياة. يوم الست أم كلثوم كان عامل إزاي؟ اليوم في البيت أما كانت بتصحى وتلبس وتروح تعمل بروفة برا، وساعات كانت بتعمل في البيت البروفات بتاعتها. كان كل حاجة بالمواعيد، الدوب بالمواعيد، الأكل بالمواعيد، كانت حياتها منظمة. والله هي كانت حياتها كلها حلوة، يعني أقول لك إيه، كل حياتها كانت كويسة، كانت طبيعية، وكانت ما عندهاش تكليف في أي حاجة. إيه اللي تفتكريه من طرائف أم كلثوم؟ حاجات كتير. طب بتهزر معاك تقول لك إيه طيب؟ هي كانت ست الله يرحمها، كان دمها خفيف جدا، يعني عارف، كانت يعني تضحك معانا وتقعد ونقعد حواليها كده ونتكلم معاها، كانت طبيعية، ما كانتش عندها تكليف في أي حاجة الحقيقة. كنت متعودة كل سنة تيجي تزورها في ذكرها؟ على طول بنيجي هنا. طبعا. تقولي لأم كلثوم؟ أقول لها بعيد عنك حياتي عذاب.